اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائيه والري وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه بان الاجتماع تناول متابعه مشروعات وزاره الري على مستوى الجمهوريه وقد تم عرض الموقف المائي بوجه عام على مستوى الجمهوريه والاحتياجات المائيه وتوفيرها للمشروعات الزراعيه ومياه الشرب فضلا عن موقف عدد من المشروعات الجاري تنفيذها خاصه مشروعات تدعيم المنشات المائيه الى جانب مشروعات حمايه وتطوير الشواطئ كما استعرض الدكتور محمد عبد العاطي جهود التحول لمنظومه الري الحديث فضلا عن مستجدات المشروع القومي لتبطين الترع على مستوى الجمهوريه باجمالي طول 20 ألف كيلومتر بالاضافه الى جهود حوكمه استخدام المياه الجوفيه خاصه من خلال التحديث المستمر لقواعد البيانات للابار الجوفيه لمتابعه التغير في مناسيب ونوعيه المياه الجوفيه وأوضح المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه بالاستمرار في التوسع في تطبيق ونشر نظام الري الحديث للأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية لما يتمتع به من سرعة التنفيذ وتوفير المياه وذلك كمكون أساسي في استراتيجية الدولة لترشيد استهلاك المياه ورفع كفاءة إدارة مياه الري وعلى رأسها المشروع القومي لتبطين الترع ورفع كفاءة القنوات المائية الفرعية. كما وجه السيد الرئيس بالعمل على تحقيق الاداره الرشيده والاستخدام الامن للمياه الجوفيه في مصر، بما يضمن اتاحه هذا المورد المائي غير المتجدد للاجيال القادمه، مع المتابعه والرصد اللحظي للمخزون الجوفي، وكذا وضع خطه لاستكشاف الخزانات الجوفيه. وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد وزير الري عرض جهود الوزارة في مجال التحول الرقمي وموقف تطبيقات الرقمنة في إدارة المياه وذلك في إطار رؤية مصر 2030 وما تضمنته من التوجه نحو التحول الرقمي في أداء أجهزة ومؤسسات الدولة كما تم عرض جهود التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة في مجال الري لسيما دول حوض النيل حيث تحرص مصر على المستوى الثنائي على توفير الدعم الفني لها في هذا الصدد خاصه من خلال حفر ابار المياه الجوفيه وتطوير المجاري المائيه وتجهيز المراكز المتخصصه للتنبؤ بالامطار وتاهيل الموانئ وتدريب العديد من الكوادر الفنيه المحليه كما تم في هذا الاطار استعراض التقدم المحرز على صعيد تنفيذ مشروع ربط بحيره فيكتوريا بالبحر المتوسط وضعا في الحسبان ما سيحققه هذا المشروع من تعظيم الاستفاده من الملاحه النهريه وزياده التبادل التجاري بين الدول الافريقيه وقد وجه السيد الرئيس بتعزيز الجهود في تنفيذ مشروعات التعاون في مجال الري مع دول حوض النيل بما يساعد على تحقيق التكامل الاقتصادي بينها اخذا في الاعتبار الامكانات والفرص المتعدده الكامنه لدول الحوض والتي تفتح افاق التعاون والبناء وتطوير العلاقات المشتركه بينهم كما عرض الدكتور محمد عبد العاطي استعداد تنظيم اسبوع القاهره الخامس للمياه والذي سيعقد تحت رعايه السيد الرئيس تحت عنوان المياه في قلب العمل المناخي وذلك في اطار ايمان الدوله باهميه محور المياه في قضيه تغير المناخ والتي ستنعكس بالتبعيه خلال استضافه مصر خلال العام الجاري لقمه المناخ العالميه كوب 27